السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله أشارك معكم واحد الفيديو ديال هاد الشي هذا اللي غنديرو إن شاء الله وصفة للدجاج والطيور. تم استخدام الشيح بصورة كبيرة جدا في الأوان الأخيرة كعلاج فعال للطيور والدواجن، ونتيجة وجود بعض المواد والعناصر الغذائية في نبات الشيح، توصل الباحثون على أن الشيح قادر على علاج الكثير من أمراض الطيور والدواجن والتي منها. فوائد الشيح في علاج أمراض الطيور أو الدجاج: توصل الطب أن الشيح قادر على علاج الإسهال أو الإمساك معا في الطيور، ويعمل كمالين للمعدة. ومن فوائد الشيح للطيور والدواجن أنه يقوم بطرد الغازات المتواجدة في المعدة نتيجة على عسر الهضم عند الطيور والدجاج. ومن فوائد الشيح للطيور والدواجن أيضا أنه منشط عام للطيور والدواجن، حيث له قدر على إعادة الطائر الحيوية والنشاط الطبيعي بعد تناوله الشيح في مياه الشرب. ويستطيع الشيح أيضا من رفع كافة لجهاز المناعة لدى الطيور والدواجن. أثبت الأبحاث العلمية أن الشيح منشط عام للكبد في الطيور أو الدواجن، ويساعد على طرد السموم المتواجدة بجسم الطائر. كما يستطيع أيضا الشيح أن يعالج حالة الكسل والخمول في الطيور ونفس الريش. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك. من بعد كنشدو وكنصفيو في الغربال، وكان من بعد مي كنساليو التصفية ديالو كنقدموه للطائر في الصباح كوجبة للشرب. انتما كما كتشاهدوا هذا هو المحلول ديالنا اللي غنخليوه يبرد، من بعد نقدموه لشرب الطيور والدواجن. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتابوناو عندي فلاشين ديالي في عالم رشيد والزراعه والدواجن، وتخليو لي لايك وتبركوا على الجرس. واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا، وتهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.